تصدير السلايد على صور، على شكل صور. يمكن تذهب إلى فايل ثم ذلك على اكسبورت وتبدي تعمل change file type. اوكي، ثم ذلك تبدي تختار صورة على شكل مثلا جي بي جي وتضغط على سيف از، ثم ذلك تبدي تختار اللوكيشن وتضغط على سيف. راح يقول لك اوكي اصدر لك فقط هذه السلايد او اصدر لك كل السلايد اللي موجودة. اقول له اوكي اصدر لك كل السلايد او السلايد. انتظر الى انه تنتهي من عملية تصديره، فراح تلاحظ انه ينشئ لك فولدر على بالمكان اللي هو موجود يحتوي لك على جميع السلايد اللي موجودة عندك على شكل ايش، على شكل يعني جي بي جي فايل. وبالتالي لو تذهب على البروبرتيز راح تجد انه نسبة الابعاد في ديتيلز في ديميشنز تجد ان هي 1280 و720، يعني 1280 بيكسل في الويث و720 بيكسل في الهيت، وهذه هي النسبة القياسية اللي هي مثل ما احنا وضعناها في العرض. لو تذهب لي على الديزاين فراح تجد انه هي نسبة 16 الى 9.